عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناه عبدو عبدين ده في كل مكان. تحياتي لحضراتكم. الصيد بالحشيشه، الصيد بالحشيشه انا نزلت الفيديو اللي فات، يا ريت الناس اللي هتتفرج على الفيديو ده وما شافتش الفيديو اللي فات رجاء ترجع له، علشان الفيديو اللي فات مفيد جدا في شرح الحشيشه مفصل. طيب الصيد بالحشيشه علشان ندي كل واحد حقه، ابتكر طريقه الصيد بالحشيشه صيادين اسكندريه واللي حدث فيه وانتج منه صيادين كفر الدوار، فلهم الفضل علينا في تعليمنا صيد الحشيشه. وبنخص بالذكر من اهل كفر الدوار اخويا المحترم الاستاذ ربيع، الحاج ربيع يا جماعه جال الحش هنا، هو والحاج صبري الحضراوي وقناه نجوم الصيد علموني صيد الحشيشه، فلهم مني كل الشكر. انا طبعا برضه بصطاد من زمان، في شويه حاجات انا بضيفهم مع الشغل، بضيفهم هتشوفوهم اثناء الصيد. بدايه حضرتك انت، احنا الفيديو اللي فات عملنا طريقه عمل المثلث، وبقول تاني الناس اللي ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات ترجع له ضروري. الناس اللي بتسال الحشيشه بتاكل بالليل ولا بالنهار، الحشيشه بتاكل بالليل يا جماعه بشراهه اكتر من النهار، الحشيشه بتاكل بالليل اكتر من النهار. جدد لحضرتك، اعمل المثلث بتاعك، التعب في اول يوم وبعد كده انت بتجدد الحشيشه. احنا للاسف عندنا هنا في الحوش بنجيب الحشيشه من كفر الدوار، من عند عم صبري ومن عند الحاج ربيع، لانها حشيشه معينه. ولكن على قد ما تقدر توفر حشيشه، بتقعد يومين في بره الثلاجه كده، يومين تبل لها ميه وتسيبها بره الثلاجه، يومين في خرقه كده تقعد يومين، تجدد المثلث بتاعك كل يوم كل ما تيجي. لو لقيت الحشيشه اللي فيه خضره وورور كده سيبها، يا بال انت حضرتك هتيجي غالبا بالليل مش هتلاقيها، هتكون اتاكلت بالليل. فحضرتك دلوقتي نزلت تصطاد بالحشيشه، التعب في اول يوم وبعد كده يا جماعه صيد الحشيشه مريح. العده المستخدمه لصيد الحشيشه، البوصه اللي جبت بوصه ريقه على النهارده، بوصه الريمه شعر 25 على بعضه، رمال 20 عشان هنا انا شغال على البلطيه بس، الغماس خفيف خالص على قد رصاصه بليه، سنارتين المستخدمين سنارتين 9 او 10 سنانير الريمه يعني. طريقه التطعيم طبعا انا ايه كنت قلت لحضراتكم ان انا طبعا ليا طريقه في صيدي، لازم اعمل حاجه اللي تمشي معايا. الحشيشه طبعا عشان اعملها بطريقه كفر الدوار عايزه نظر، فانا عملتها بطريقه تطعيم الريمه اهي كده اهو، زي تطعيم الريمه بالظبط. والحمد لله رب العالمين خدت بها سمك امبارح، وان شاء الله هاخد بها سمك النهارده. اهي يا جماعه سهله وزي العسل. تختار حضرتك العود اللي في الاول في بوز العفشايه ده بيبقى طري ده، وبتروح لفه على السناره كده. يا ريت يا جماعه البوز اللي في العود ده يكون موجود، علشان هي اول حاجه بتشده هو، وبتروح لفه على السناره كده تاني اهي، وتلف دي عليها من فوق زي الريمه بالظبط كده، وترجع على السن. العيار لو السمكه معومه اعمل الوش شبه، لو السمكه لسه غطسانه وما كانتش معاك على عايم طول، اعمل كانك بتصطاد ريمه بالظبط. ادعوا لنا يا جماعه ونهارفك زي العسل يا مسهل الحال يا رب. يا مسهل الحال يا رب. سمكة حلوة والله. صلاة النبي. صلاة النبي. صلاة النبي. طويلة ولا طريقة؟ بلعة البتاع، بلعة فوق اللي تحت، بلعة اللي تحت واللي فوق متاكلة برضه.
اللي بلعها في القفص الصدري. بس بأماني والله شرازين. تختار السمك الكبيرة بتاعة. شرازين كبيرة يعني صحيح. صلاة النبي. تعالي هم نجيب شلة المصايب السوداء يا جدعان. لا لا. أركم أم. استفتحك عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مس بسم الله الرحمن الرحيم. برغوت صلاة النبي. يعني كل مرة شلضومة، مرة شلضومة ومرة برغوت. هي دي الشغلوفة يا رجل. هي دي بص 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 هي دي. ودي ودي. تعالي يا زغلولي. مل عليكي. مل عليكي يا حشيشي. سنارة كم بقى مع عبد البوز ده؟ سنارة 8. صباح العسل. اديله على خشمه يا ولد. الخير على دوم الوردين يا دكتور. الله يبارك لك يا عم عبده. لسه شايف الفيديو النهارده. بس بتاكل سفلى يا دكتور. ايه؟ بتاكل حيل. يعني ايه الواحد يشتغل قدام الدور بالبوص؟ هتعطل لك الغله بس. هتعطلها؟ اه. والله داخل على فين؟ داخل على شوية شرابين. يلا. تعال. يلا يلا. يلا يلا. أنا ما عندي شيء. امسك يا دكتور. ها؟ امسك. هو الشنطة بتاعت الطب الأسنان اطلع الدب على ودنه. الله يسهل لك يا عم الحاج. ايه رأيك في الحشيش يا دكتور؟ الله يعمل شغلها يعني. أحسن من الغلة. صباح العسل. صباح الفل. وش الخير أنت يا وش الخير؟ الله يبارك لك يا عم. خير على الدوم الوردين. قول يا ولد. قال لي يالا ايه ده السناره صغيره اديله على ودنه. انزل يا عم سلامه. انزل يا عم سلامه. انزل يا عم سلامه. اديله على ودنه يالا. صباح الفل. الراجل هو غلبان ده اهو. صباح الفل. فهمتي فهمتك فهمتك. صباح الفل طبعا يا اسطى. احنا كتير بنتعلم منك يا اسطى. فهمتك كتير بنتعلم منك يا اسطى. ده انت حبيبي يا ابو محمود. الراجل المحترم ده ابن عم ليه الكبير جه يجرب الحشيشه. أول مشكلة هو طبعا كان زمان بيصطاد الحشيشة للسلفر فطعم تطعيمة السلفر وأنا طعمت له تطعيمة غلبانة من اللي متعلمها من عم صبري. راحت هي اللي كلت. نهاركم زي العسل. نهارك زي العسل. نهارك يا أبو حبيبي يا أبو محمود. Thank you.
بعد مثلا من تحت شويه مثلا ثانيه يعني كده رضا تفتح لي كده القواعد سلمه اوعى تضرب اللي وراه لا لا نعمل ايه بقى الاكل العيش وتعبنا الراجل معانا الحاج عادل اهو كتر الف خيره حبايبي الله يخليك يا عم الحاج الله يبارك فيك كتر خيرك احنا عمالين نظبطه يا جماعه برضه بحيث ان احنا اللي نتعلمون في الطريق يا عادل ايوه كده الله ينور كده وان شاء الله يكون سنه سعيده عليكم ان شاء الله حاجه كويسه ان شاء الله ان شاء الله الله يخليك يا عم الحاج كتر خيرك حاج عادل الله يصلح لك الحال يا حبيبي كتر خيرك يا عم الحاج الله يصلح حالك يا رب ويسلمك الحال اللهم امين يا رب البتاع دي طبعا انا عملت المثلث ففي الميه فيها لف فلقيت ان الغماس بيلف من المكان اللي فيه الدوامة المثلث فيه وده طبعا مش هيبقى كويس انا عايزها تبقى قدام الدوامة وراها فضلت اخليها وراها بحيث ان تلف لفتين كده وتروح ماشيه اهو حاجات الواحد ده بيبتكر بقى وهي ونطيفه وعملنا المثلث وزي ما حضراتكم شايفين اهو وان شاء الله الرميه بتاعت المثلثين هتبقى مظبوطه بامر الله بص قدامه انا هروح غمزه ما كانش بيغمز هنا كده ماله كله حلو كله حلو كله حلو ومبطرخة نهاركم بيضحك بصوا يا جماعه عشان نبقى دغري مع بعض الكلام كله على حته على عود الحشيش عود الحشيش الزفر هو اللي بيجيب السمكه دي عود الحشيش لو ما كانش زفر السمكه تنقر معاك كده وتروح ايه سايبه تنقر معاك كده وتروح سايبه انما عود الحشيشه الزفر يا جماعه بيجيبها والله من اول غمزه بروح اخدها وصفرانه بيها كده فعشان كده اختيار عود الحشيشه من اهم العناصر زي ما كنا بنقول في الريمه كنا بنقول اختيار عود الريمه من اهم العناصر ودلوقتي اختيار عود الحشيشه من اهم العناصر تمام يا جماعه تمام
تعالي الثانية راح تعالي تعالي يخرب بيتك. دي انتاية يا معلم، انتاية وشايلة لحمة. بص ده انتاية يا جماعة، اهي انتاية، يعني ان شاء الله ده بشرة خير بأمر الله. دي تاني انتاية ناخدها النهاردة، الأول أنا شكيت فيه بس دي رسم انتاية. طيب احنا قلنا ان السر كله في الحشيش، بلعاها والله بلعاها في بطنها. السر كله في الحشيش، نوع الحشيش هيكون زفر. طيب انت جبت الحشيشه الزفره، الميه ما بتاكلش طول النهار، يعني الميه تاكل معاك شويه الصباحه، تاكل تهجم عليك تسليك جامد، وتاكل معاك شويه تمسيه اخر النهار، بتغمز معايا في وسط النهار بس سمك رفيع. تمام يا جماعه تمام. الجديد بقى اللي انا شفته في الميه دي، عندنا في ميتنا هنا ان المثلثات ما بتتاكلش، المثلثات عندنا ما بتتاكلش. هل ده بقى عيب حشيشه ولا هو عيب ايه؟ انا الله اعلم. ولكن هي المثلثات ما بتتاكلش بس بناخد سمك زي ما حضراتكم شفتوا كده. ده تاني فيديو يا جماعه في الصيد الحشيشه الزفره. الناس برضو اللي ما شافتش الفيديو الاولاني يا ريت ترجع له تتفرج عليه، علشان خاطر ان شاء الله بامر الله تعالى هنشتغل بها شويه. وفي اخر الفيديو انا بشكر حبيبي المحترم الحاج صبري الحضراوي قناه نجوم الصيد، وبشكر الراجل المحترم الحاج ربيع قناه ايه يا استاذ رضا؟ ربيع فوزي لسيد السمك. ربيع فوزي لسيد السمك. الف شكر يا حاج ربيع. وفي يعني مقوله بتقول ايه؟ قم للمعلمه وفيه التبجيله، كاد المعلمة أن يكون رسولا. فأنت على راسي من فوق، وكتر ألف خيرك على اللي أنت عرفته لي أنت وعم صبري. وبشكركم على المتابعة، يا ريت تعملوا لايك للفيديو، مع ألف مليون سلامة. سلام عليكم.